ما فيش عقاب، اعمل اللي انت عايزه. ما ده اللي بنتكلم فيه، ما دام ما عندكش صوابه، يعني صوابه وعقاب من اول من زمان جدا، هتعمل زي افعل ما تشاء. انا عايز اقول لك على حاجه كابتن اسلام، برضه جماهير الاهلي والزمالك في فتره اللي فاتت كان في دساكر كانت ناقصه في المدرج بتاع ملعب ابو ظبي، الاهلي والزمالك قاعدين جنب بعض. شفت حد خرج عن النص؟ يعني الاهلي وجماهير الاهلي والزمالك كان في ناس قاعده جنب بعضيها، حد ضرب حد؟ حد عمل مشكله مع حد؟ عشان عارفين اللي في رضع دلوقتي، اي مشكله هيعمل مفيش فرق بين حد كبير او حد صغير. ايوه فده اللي بنتكلم فيه، انت لو عامل لائحه كويسه مميزه، عندك احداث عاملها من اول مسستمها من اول الموسم، ما تجيش دلوقتي تخترع حدث. يعني لازم المفروض ان احنا زي الدول الاوروبيه، الضرب من غير كره كام ماتش، الخصم يبقى كام ماتش، انت لازم تعمل الحاجات دي كلها، لوائح كلها قبل ما الموسم يبتدي، عشان لما تيجي ما نستناش، احنا لسه هنقعد نستنى نقول لك لسه هيجتمعوا عشان يطلعوا بكره. هو من المفترض ان يكون الاجتماع انتهى، ولكن انا ما اعرفش لماذا هذا التاخير الحقيقه. يعني الامور واضحه جدا، والامور كل من اخطا يجب ان تتم معاقبته ولكن هناك اخطاء كبيرة جدا، وهناك أخطاء من الممكن إن احنا نشوف ليها عقوبات ليست بالكبير. ما دي عشان احنا هنطلع إيه؟ هنحاول نطلع الثغرة اللي موجودة. يعني مثلا الموضوع واضح، اللي عملوا شغب موجودين، اللي عملوا حاجة ما تليقش بالكرة المصرية باسم قطبين، فحاجة ما حاجة باينة وضوح الشمس. بس لازم احنا نطلع الفترة دي نشوف الوقفة قد إيه؟ لو هنطلع وقفة بيقول لك مثلا مش لازم الوقفة الفترة دي احنا محتاجينه. فالموضوع مختلف، يعني لازم اللوائح تحكم سياسة كل حاجه. التوازنات تقصد يعني؟ طبعا التوازنات والاهواء الشخصيه، انت عندك دلوقتي حد على شكل دماغ حد معين بيقول له لا الفتره دي احنا محتاجين الراجل ده، وما شوف لنا حل. بمعنى فده احنا إيه؟ بنتكلم بمعنى ان انت تقصد يعني رئيس اللجنه الخماسيه ان هو زملكاوي يعني والكلام ده، ولا الميول بتحكم يا كابتن اسلام؟ انت عارف الميول بتحكم، وفي حاجات بتحكم في بس ده مش المفروض ان هو يحصل. المفروض ما يحصلش. وتاني حاجه زي ما احنا شفنا والسوشيال ميديا شايفه الفتره اللي فاتت، انا كراجل موجود في مكان مهم بوقود الكره المصريه، ابقى عنده توازن وعنده حفاظ على الاهلي وعلى الزمالك طبعا، حتى لو انتمائي موجود لنادي معين. طبعا ما ينفعش انا يبقى منظري اللي انا افرح كل حاجه جواك داخليا، بس الصوره الخارجيه لازم يكون عندي وقار واحترم المنافس. ما ينفعش اروح واخد احضان وافضل اجري مع الناس واسلم مع الناس مع احترامنا للشخص الموجود. بس احنا لازم يكون في توازن، ولازم يكون انت بتدير الكره المصريه مش بتدير نادي الزمالك بس ولا بتدير النادي الاهلي بس. فانا اللي بتكلم فيه لازم اكون على المستوى الحدث، لازم يكون في اتزان، لازم يكون في رقي، لازم يكون في احترام للنادي المنافس. انت عندك نادي الاهلي نادي القرن، انت عندك نادي اكبر بطولات موجوده، فانت لما تيجي تتكلم لازم تفكر كويس. انت لو شلت تاريخ النادي الاهلي من مصر، يعني هتبقى من كره القدم في مصر، يعني هتبقى الامور صعبه جدا. بس فانا بتكلم في الشكل العام، ما ينفعش انا بالمنظر ده، انا فرحان وكل حاجه مبسوط وكل حاجه، بس داخليا لازم تبقى كده جواك. ما ينفعش اظهرها في حاجه زي كده، بالذات انت في مركز قيادي، يعني انت بتقود مركز كبير موجود الكره المصريه كلها. فلازم على الاقل ما تديش فرصه لحد او يقول لك ده في اتزانات او في حاجه موجوده زي كده. يعني انا مش متخيل، يعني انا مش متخيل المنظر اللي شفته، يعني منظر صعب جدا، وما شفتش انا قبل كده حاجه حصلت زي كده. خلال انت لعبت كام سنه في كره قدم يعني بشكل عام؟ انا بلعب من عندي 8 سنين، وانا عندي 8 سنين في النادي الاهلي.